هنا في دمشق؟ لا يمكن لأحد أن يعبر عن سبب معاناته بشكل صريح، حتى الإعلام يحاول استغلال وخلط المعاناة التي يعيشها الأهالي بالترويج لما تريده السلطة الحاكمة. بدك تشارك انتخابات مجلس الشعب؟ نعم بستنى لحتى يصير 13 شهر مش عارف أشارك. ليش بدك تشارك؟ ليش بدي شارك؟ ما الذي يريده المواطن من البرنامج الانتخابي لمرشحي مجلس الشعب الذين سيتسابقون في نيسان القادم؟